نتكلم عن مسرحية الشهرة اللي كتير منها واللي تابعوا مسرحية الشهرة أبدوا إعجابهم بقى الأزياء اللي كانت موجودة في المسرحية. عشان كده جمانة عملت لقاء مع نيفين رأفت مصممة أزياء مسرحية الشهرة اللي حكت لنا كده أكتر تفاصيل الأزياء في المسرحية كانت عاملة إزاي. هنشوف اللقاء وبعده نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا، فخليكم معانا. مشاهدينا لسه مكملين مع حضراتكم كلامنا عن مسرحية الشهرة اللي بتقدم لأول مرة على مسرح يو ثياتر في مهرجان العالمين في نسخته الثانية. أي عرض مسرحي من أهم أدواته اللي تقدر توصل الشخصيات اللي موجودة على المسرح هي الملابس. لازم تكون تقدر تعبر عن الشخصية، تعبر عن فكرة العرض، تعبر عن زمن العرض، وتعبر عن تفاصيل كتير جداً. وحقيقة مفيش أحسن من نيفين رأفت مصممة طبعاً الأزياء ومصممة الملابس إن هي تكلمنا عن دورها في انها تخرج مسرحيه الشهره بهذا الشكل. اهلا بيكي. اهلا بيكي. اهلا حبيبه قلبي. انا سعيده جدا بلقائي معاكي، وخلينا نقول خبره طويله قوي 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 واعمال كتير قوي، ان كانت سينما مسرح اعمال كتير. بنتكلم ايام السادات كده، اوكي، سندباد، حاجات كتير، مسلسل الطارق بن زياد ده كان مكسر الدنيا ساعتها، ألف ليلة وليلة، فاروق الفيشاوي ونرمين، في حاجات كتير، حاجات كتير. خبرة كبيرة جدا جدا جدا، خبرة اتكونت على مدار سنين كتير قوي مع أهم النجوم. لما تيجي النهاردة نيفين رأفت كمان تصمم ملابس عرض الشهرة، أكيد حطيتي خبرتك كلها في عرض زي ده، سبيشالي إنه نجوم جداد بيعبروا عن فكرة مهمة جدا على المسرح، لازم يكونوا واثقين في نفسهم، واثقين في الرسالة اللي بيقدموها اللي كمان بيعبر عنها اللبس. كلميني عن تجربتك في مسرحية الشهرة. كل مسرحية ليها تجربة شكل، وكل مسرحية مش شبه التاني خالص خالص. كل مسرحية منفردة بالملابس بتاعتها، بالأكسسوارز بتاعتها، بالديتيلز بتاعتها. أكتر حاجة مهمة للمسرح كأزياء المسرح إني اللي قاعد ورا خالص يشوف الزرار اللي في الجاكت. لو هنتكلم على المسرح ومسرحية الشهرة، إيه اللي كنتي، إيه اللاين أو إيه الخط اللي كانت نيفين مصممة تمشي عليه وشايفة إن هو ده اللي هيخرج المسرحية أو هيخدم المسرحية ويخدم فكرة المسرحية بشكل كبير؟ طبعاً أنا أول حاجة قعدت مع مخرج ومؤلف المسرحيه مستر خالد جلال، طبعا انا مش يعني راجل رائع وفنان وعايزه اتكلم معاه ساعتين ثلاثه حقيقي يعني بصراحه يعني. وعند وانا هقطع بس الكلام ان هو كمان يعني انت ممكن تلاقي ألف بني ادم اون ستيج وعارف يحرك كل واحد فيهم، مايسترو، هو مايسترو. فأنا قعدت أول حاجة مع مستر خالد وقال لي وجهة نظره إيه. هو قال لي هو عايز يشوف المسرحية طالعة إزاي. فالمسرحية دي أنا عملت فيها حاجة ما عملتهاش في ولا مسرحية قبل كده. أما تتفرجي على المسرحية وخاصة الآخر مشهد فيها اللي هو أنا بسميه يعني الشهرة، مشهد الشهرة، هتشوفي بقى الكوستيومز بتتقلب بتبقى حاجة تانية خالص. الفينالي صح؟ الفينال ألوان، هتلاقي 17 لون on stage، لكن ال 17 لون مميزين، مفيش لون خابط في اللون اللي جنبه. دي أهم حاجة إنك أنت تعرفي إزاي تحطي الألوان on stage، مهمة جدا، لأن أنت عندك الإضاءة ممكن تتغير، ممكن إضاءة زرقاء، ممكن إضاءة موف، إضاءة صفراء، كل ده لازم يتحط في الحسبان وأنت بتصممي المسرح. مستر خالد كان عايز يشوف حاجة جديدة. الموضوع ابتدى ازاي؟ يعني بيحصل ازاي؟ هل فكرة اختيار ملابس بس، اختيار ألوان بس؟ لا لا لا، ده بيتعمل خطط ودراسة وأعداد وارتباك وتوتر، ويعني بيبقى في حالة كده عندي ملخبطة خالص، ما بستريحش، ما باخدش نفسي غير لما ألاقي الحاجة اتحطت على المسرح، اتحطت على المسرح كل حاجة تمام على المسرح. ده موضوع عايز خبرة كبيرة جدا جدا،
الخبرة هنا بقى بتلعب دور، إن أنا مثلا لو الفستان ده هياخد من أي حد يقعد يعمله يومين ثلاثة، أنا هعمله في نص ساعة. هي الخبرة هنا بقى هتيجي. ناس بتبقى متخيلة إنه الملابس ما بتبقاش فعلا أداة من أدوات نجاح العمل، لا بالعكس، هو واحدة من عوامل الإبهار. عوامل الإبهار، عوامل نجاح العمل. هو العمل هينجح بإيه؟ إخراج، موسيقى، تلحين، ملابس، ديكور. الملابس حاجة مهمة جدا جدا. شفنا أعمال كتير جدا على فكرة، كانت أعمال تاريخية أو حتى دراما سينما، شفنا قد إيه في أعمال، وعلى فكرة كانت لو هنتكلم على أداء تمثيلي أو ناجحة جدا، لكن فكرة الملابس إن هي قدرت إنها للأسف ما تبقاش أحسن حاجة. لأني اللي الديزاينر مش دارس، مش فاهم، هو مش فاهم، هو واخدها بالخبره كده، يعني هو عمل كذا 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 كذا، طب عندي عمل تاريخي، طب كذا. لا، هي مش كده. شوفي، بالنسبه لي انا التاريخ امانه، التاريخ امانه. انا امانتي ان انا اوصل التاريخ ده بشيء جميل وحضاري عشان الناس تتفرج عليه وتحبه وتفضل فاكراه. We'll be right back.